تعالوا بقى نروح لتقرير عن كواليس جلسات الحوار الوطني. قطار الحوار الوطني لا هيقف ولا هيبطأ، هيواصل انطلاقه نحو الجمهورية الجديدة. شوف التقرير والفاصل وهنرجع نكمل الكلام. المفروض يعني اكتر من 50,000 جمعيه موجوده في مصر، يمكن اللي وفى اوضاعهم لغايه دلوقتي حوالي 36,000 تقريبا، يعني زي بعض الارقام يعني اتقالت ان هو 36,000 وفى اوضاعهم، او في بعض الطرق يعني في جزء وفى اوضاعه والجزء الثاني في الطريق. يعني انا عايز ايه، نفتح المجال قدام جمعيات اخرى. الكمان اللي اتقال النهارده الكلام المهم اللي اتقال، قال برضو ما في جمعيات في مجالات اخرى موجوده، طب ليه ما نهتمش بيها؟ لان هي من الممكن ان هي تقدم خدمات برضه للمواطن. كل حد من حقه انه يقول رايه كامل في اي حاجه، حتى في التعقيب على التشريعات والقوانين مفيش اي محاذير من اننا نتكلم عن اي عوار سياسي موجود او اشكاليات في تطبيق القانون او اي حاجه. فانا ارى انه الحوار مهم جدا، ده غير انه في اطراف ربما وجودهم مع بعض لأول مرة في دائرة الحوار يدينا رؤية أوسع لمستهدفات التنمية في مصر والحفاظ على الاستدامة بتاعة المشروعات القومية وكل الحاجات. وجود الأطراف دي مع بعض في دائرة حوار واحدة أعتقد حيزلل معوقات كتيرة قوي 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 في التطبيق. مهما احنا نقول ان هذه التجربة ايضا تجربة غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي، يعني قياسا على الحوار الوطني استطعنا في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ان احنا نجمع اطياف العمل السياسي والشعبي والمتخصصين على طاولة حوارية واحدة. فبالتالي من هذا المنطلق نقدر نقول ان قيمة الحوار في حد ذاته هي ان يجتمع كل من يختلف في وجهات النظر عشان يقدر يطرح وجهة نظره على طاولة نصل فيها إلى حالة من التوافق، أو على الأقل إن كل طرف يقدر يعرض وجهة نظره أمام الجميع بلا أي قيود ولا أي حساسيات ولا خطوط حمراء. كنا بنتناقش على البحث العلمي، والشق الأساسي اللي أنا يمكن أشرت إليه موضوع الندوات والمؤتمرات الدولية، ضرورة تبادل الخبرات وتبادل الثقافات ما بين شباب الباحثين في مصر ومشاركة فعالة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا كنت ببقى قد إيه فخورة لما أشارك في مؤتمر دولي وابتدي أقول أنا مصرية بتعلم الكتير، بتغير ثقافات، بتغير فكر، وبطلع أجيال ليها فكر مختلف. فوجودنا في المؤتمرات الدولية والندوات الدولية يعني حاجة فعلا أنا شايفة أن هي شق أساسي للبحث العلمي. الجلسة دي مخصصة لمناقشة أو استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية فيما يخص المجالس الشعبية المحلية، لأن الحقيقة المجالس المحلية لها دور كبير جدا لأنها تعتبر الجناح الشعبي للإدارة المحلية، تتكون من قيادات يتم انتخابهم وفق القانون. نتمنى أن هو يصدر قريبا قانون الإدارة المحلية، وهذا العدد من القيادات على مستوى الجمهورية يمثل عدد كبير جدا، مش أقل من 50 قيادة على مستوى المحافظة والمركز والمدينة والقرية. كل دول بيشاركوا في عملية التنمية اللي بتتم على أرض مصر خلال هذه الفترة. نقاط القوة في العمل الأهلي، أصبح رئيس الاتحاد شخصية قوية، حتى رئيس لجنة الاجتماعية في مجلس النواب، حتى معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، حتى فخامة الرئيس واهتماماته الهامة بدور المجتمع الأهلي، لأن المجتمع الأهلي هو نصف المجتمع نصف الدولة، لأن الدولة عبارة عن مجتمع أهلي ومجتمع حكومي.